مساء الخير على كل متابعي ومتابعات أبو كبير مدي في كل مكان. زي ما حضراتكم شايفين حلمي بكر هنا طبعا يقف حزينا هنا في عزاء صديق عمره المطرب محمد رؤوف. يعني زي ما حضراتكم شايفين الحزن يعني يظهر في عينيه ويعزي إحدى السيدات هنا في عزاء صديق عمره. يعني هنا مع حضراتكم في عزاء المطرب محمد رؤوف هنا يحضر شقيق عفوا صديق عمره حلمي عبد الباقي لتوديعه وتقديم واجب العزاء لأسرته، يعني البقاء والدوام لله، ربنا يغفر له ويرحمه. بيظهر حلمي عبد الباقي هنا اللي كان حريص على التواجد لأطول فترة ممكنة في عزاء صديق عمره. يعني بقاء لله الأستاذ محمد رؤوف، يعني قبل ما يبقى فنان فهو أخونا وحبيبنا، حاجة جميلة على المستوى الشخصي والمستوى الفني والمستوى الأخلاقي. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. يعني برضه ممكن حاجة ليها علاقة بطبيعة العلاقة كانت بتجمع الفنان الواحد محمد رؤوف، هو الأستاذ محمد الأستاذ محمد رؤوف ده صديقي الجميع يعني، وصديقي وحبيبي مايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل النقابة الموسيقيين، برضو صديق شخصي لي وهو صديق شخصي لينا كلنا، وهو حبيب كل الناس. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. تفاصيل الوفاة مرة معكسة هو يعني في الفترات الأخيرة دي يعني عانى من شوية حاجات كده، وربنا بقى وديعته يعني استرد وديعته يعني ربنا يرحمه. طبعا طبعا احنا كنا على تواصل معاه باستمرار يوميا يعني احنا معاه لحظه بلحظه يعني. ربنا يرحمه يا رب. النقابه ما اثرتش معاه في حاجه، النقابه ما اثرتش. كمان اكلمنا حضرتك عن حرص النقابه على دايما هو احنا انا والاستاذ حلمي كل اول النقابه، وكمان الدكتور عاطف امام، احنا وفد من النقابه بتكليف الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لان هو بس هو مش خارج القاهره النهارده، واحنا جينا نقوم بالعزاء لان ده اخ وزميل يعني. واحنا النقابه ما بتاثرش معايا حد في اي حاجه. يعني تواجد الفنان حاجه ما بيبقى اليوم بالنيابه عن نقابه المهنه الموسيقيه، كلنا احنا هنا احنا كزملاء زملاء لي وكنقابه المهنه الموسيقيه طبعا ده طبيعي يعني. ماذا تقول في نعي وفاه هذا الراحل؟ الله يرحمه ويرحمنا جميعا وربنا يتغمده برحمته. هو كان راجل جميل جدا وكان اصيل وفنان، ربنا يرحمه يا رب. شكرا جزيلا. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا الفنان حلمي عبد الباقي، يعني هنا مع نجل المرحوم المطرب محمد رؤوف، يعني بكل ملامح الحزن والأسى بيظهر أمام حضراتكم الفنان حلمي عبد الباقي يقدم واجب العزاء لنجل الفنان الراحل محمد رؤوف. يعني أمام حضراتكم الآن يغادر حلمي عبد الباقي المسجد بعد تقديم واجب العزاء في وفاة شقيق أو عفوا صديق عمره. يعني يظهر أمام حضراتكم مغادرا العزاء، يعني أبرز الحضور طبعا كان الليلة
الفنان عمرو يوسف، واللي كان حضوره ملفت للنظر خاصة يعني عدم اصطحابه لزوجته الفنانة كندة علوش، يعني وظهوره يعني متعصب بعض الشيء في العزاء. يعني غادر الآن، غادر الآن طبعا الفنان حلمي عبد الباقي واجب العزاء بعد ما قدم واجب العزاء في وفاة شقيقه، عفوا في وفاة صديق عمره الراحل المطرب محمد رؤوف. يعني أعزائي متابعي أبو بيرميد في كل مكان، مع حضراتكم الآن من أمام أو عفوا من مسجد المغفرة هنا، حيث تتلقى أسرة المطرب الراحل محمد رؤوف واجب العزاء في وفاة الفقيد. يعني هنا يقف أمام حضراتكم شقيقه ونجله يتلقيان واجب العزاء في وفاته. يعني أبرز الحضور الليلة كان الفنان عمرو يوسف، واللي كان حضوره ملفت للنظر خاصة يعني عدم اصطحابه لزوجته الفنانة كندة علوش، يعني خاصة أنها ترافقه في معظم المناسبات يعني اللي بيحضروها سويا، ولكن الآن أو عفوا الليلة لم تحضر معه وظهر بمزاج، يعني مزاجه كان مقدر وعصبي بعض الشيء. مع حضراتكم الآن من أعزاء محمد رؤوف المطرب الشهير بأغنيته الشهيرة اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، يعني كانت دي أشهر الأغاني اللي غناها محمد رؤوف، واللي طبعا اعتزل المجال الغنائي منذ أكثر من عقدين، ولازم التصوف وقراءة القرآن ورفع الأذان في إحدى مساجد المهندسين. يعني هنا حضراتكم ترجمة